أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية نقدمها لكم على قناة الأيام. مع احتدام المنافسة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر مجموعة من التقارير والإحصائيات انخفاض وانعدام الثقة بالنظام السياسي في البلاد. فلماذا؟ هذا ما سوف نناقشه في حلقة اليوم. أهلا بكم. بشكل تدريجي تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصلت إلى أقل من 40% في استطلاعات رأي مختلفة قامت بها منظمات ووجهات أمريكية. ومنذ آب أغسطس عام 2021 لم ترتفع نسبة التأييد الشعبي لبايدن عن 50%. وتبين هذه الإحصائيات أن شعبية الرئيس الأمريكي انخفضت حتى لدى السياسيين من الحزب الديمقراطي، الذي يتوقع أن تنعكس هذه الأرقام على حضوره في الانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس وعلى حضوره في المجتمع الأمريكي والانتخابات الرئاسية بالمجمل. تراجع شعبية الرئيس الأمريكي أيضا ترتبط بإحصائيات تظهر انعدام ثقة أعداد كبيرة من الطبقة الشابة في المجتمع الأمريكي بالبنية السياسية والنظام السياسي ومفاهيمه، لا سيما الديمقراطية. فما هي الأسباب وماذا تعنيه هذه الاستطلاعات؟ هو ما سوف نناقشه في حلقة اليوم مع ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية. ضيفينا هما السيد سكوت بينيت، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وكذلك السيد مايكل سبرينغمان، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي. ضيفينا معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأبدأ معكم سيد سبرينغمان، انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن هل سوف تنعكس على الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية المقبلة، أم أنها سوف تكون فقط موجهة لشخص الرئيس الأمريكي الحالي ولن يتأثر الديمقراطيون كثيرا بانخفاض هذه النسب التي تعرض في التقارير الإخبارية والمواقع الأمريكية عن انخفاض كبير في شعبية الرئيس الأمريكي؟ كيف ترى أنت هذا الموضوع سيد سبرينغمان؟ تسببت مشاكل بايدن العقلية والسياسية وآرائه وأفكاره حول إجراء تغييرات في انخفاض شعبيته في الولايات المتحدة بشكل حاد. بعد 4 سنوات من رئاسته انخرط بايدن بشكل أساسي في سياسة عنصرية مختلة وغير قانونية من التعصب الأعمى وتناول القضايا الحقيقية للحرب والسلام في الولايات المتحدة. إنه يركز على أشياء مثل تغيير المناخ وأسعار الغاز في أجزاء من العالم، وهو مجنون بما فيه الكفاية بشأن أسعار الغاز، لدرجة أنه من الجيد أن أسعاره مرتفعة في الولايات المتحدة لأنها تغير الناس. إن شن حرب مستمرة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا كبيدق هو جنون مطلق، وأعتقد أن الناس بدأوا يدركون أن هذا ليس جيدا. كتب المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية فيليب جيرالدي مؤخرا مقال حول مراجعة الميزانية ينتقد بايدن لارتكابه إرسال جنود أمريكيين إلى هذا البلد، وأوضح أن الحرب في أوكرانيا وهذا بدأ ينعكس في بعض المنافذ الإخبارية الرئيسية المعنية بهذه السياسات التي شجعته حتى هذه المرحلة. وبالتالي كان تدمير أوكرانيا على أمل تدمير روسيا أمرا رائعا. حسنا، يعود فقدان بايدن لشعبيته إلى قرارات غبية ومشاكله العقلية وإصابته بالفيروس المشفر وعدم تركيزه على قضايا مهمة مثل الحرب والسلام والرعاية الصحية الشاملة والسلام والأمن.
ركز الأمريكيون وغيرهم من الأشخاص حول العالم بشكل أكبر على العنصرية والتمييز الجنسي وعدم قدرتهم على التركيز على الواقع والقدرة على إدارة حكومة فعالة غير متحيزة أو متعصبة. سنعود لكم سيد مايكل سبرينغمان وأطرح سؤال لسيد سكوت بنت. مرحبا بك مرة أخرى معنا في البرنامج سيد بنت. ما الأسباب التي أدت إلى انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة أنه هذه الإحصائيات بدأت بعد عام واحد على دخوله للبيت الأبيض، وهذه يعني يمكن القول أن الأمر حدث بسرعة كبيرة. انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي، هو لم يكمل نصف الدورة الأولى من رئاسته للبلاد، ما هي الأسباب والدلائل برأيك؟ Well, I think there are a few different factors. The most important being to the. أعتقد أن هناك عدة عوامل مختلفة. أهمها بالنسبة للشعب الأمريكي أن رئاسته تعتبر تزوير وسرقة. انتخابات مسروقة أدت فيها أوراق الاقتراع. وجميع ألعاب الكمبيوتر إلى إسقاط دونالد ترامب، تحريف لجو بايدن الذي فاز بعدد كاف من الأصوات. وأنا أعلم هذا لأن الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية قد استخدموا هذا النوع من التكنولوجيا وأفسدوا الانتخابات في بلدان أخرى. لذلك من الواضح جدا أن هذه هي نفس اللعبة للشعب الأمريكي، إنهم يعتبرونه مخادعا وإلى جانب إعاقته الذهنية. فمن الواضح جدا أنه يدخل في ضباب مرض الزهايمر بسبب الشيخوخة، وأن ماضيه قبيح للغاية ومهين لغالبية الشعب الأمريكي. مجلس الوزراء الديمقراطي ينظر إليه مرة أخرى على أنه أصحاب إدارة أوباما، وهو يعمل بنشاط على تجويع الشعب الأمريكي من أجل النفط، ويبدأ حروبا خارجية ويخلق حربا ضد روسيا لا يريدها الشعب الأمريكي، وهو يدفع بالعديد من السياسات. يدور معاداة الأسرة حول المثلية الجنسية والتحول الجنسي وكل هذا الانحراف، وتحويل أمريكا حقا إلى دولة بوليسية فاشية. لذلك أعتقد أن الأسباب الثلاثة هي تزوير انتخاباته وكبر سنه عقله المريض وجدول أعماله اليساريين المتطرفين، الغالبية العظمى من الأمريكيين ضده وضد الحزب الديمقراطي. نعم، أعود إليكم سيد سبرينغمان. بمتابعتك للتطورات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أو ما هي المشكلات التي قد يواجهها المجتمع الأمريكي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ حسنا، الانتخابات القادمة في نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، برأيي ستؤدي إلى هزيمة كبيرة للنصف الديمقراطي من النظام السياسي الأمريكي. لدينا أساسا حزبان، هما أساسا يدعمان نفس الأشياء، لكن الديمقراطيين شنوا حملة ضد دونالد ترامب. لقد خرجوا من مناصبهم لمدة عامين يقاتلون ضد المظاهرة السلمية نسبيا يوم 6 من يناير في كابيتول هيل، مدعين أنها كانت انتفاضة وثورة وكل أنواع الهراء، لكنها كانت سلمية في الغالب وكان الأمر كذلك. الناس الذين يأتون إلى هنا للاحتجاج على ما يرون أنه انتخابات مشكوك فيها، والديمقراطيون لن يقبلوا ذلك ويصرون على أنهم يركزون على أخطائهم وعدم كفاءتهم، وحقيقة أنه لا يتم فعل أي شيء في الكونغرس أو الفرع التنفيذي، بعيدا لأن خطأهم الآراء تتفرع. سيد سكوت بنت، أعود إليك مرة أخرى.
الإحصائيات التي تحدثنا عنها في مقدمة هذا البرنامج تشير إلى انخفاض كبير في ثقة المواطنين الأمريكيين بالنظام والبنية السياسية في بلادهم. أيضا ما هي كلمتك حول هذا الموضوع؟ يعني ما هي أسباب انعدام الثقة وانخفاضها بالنظام السياسي في البلاد؟ حسنا، أستطيع القول أن السبب الرئيسي وراء توجه الشعب الأمريكي إلى الحكومة هو أنهم يعتقدون أن الحكومة معادية بشكل متزايد وتصبح فاشية وسلطوية وتضطهد الشعب بشدة، وهو ما يعيق حقوق الناس بشدة. إنهم يعتقلون الأمريكيين، أولئك الذين يتحدون أو يتحدون الحكومة، مسجونون لسنوات دون محاكمة. كما رأينا في 6 يناير، نرى مكتب التحقيقات يشاركون جميعا في أحداث العالم الكاذب في أمريكا، ويتظاهرون بأنهم أطلقوا النار من أجل محاولة CIA أو ATF الفيدرالي وإلحاق الأذى بالأمريكيين بالتخلي عن حقوقهم في السلاح لحماية أنفسهم. وينظر إليه الأمريكيون على أنه عمل من أعمال اليأس والعنف ضدهم. ولهذا السبب قال 1 من كل 3 أمريكيين إنهم قد يضطرون لا محالة إلى حمل السلاح ضدهم. حكومتهم ليس لأنهم يريدون الثورة، ولكن لأن حكومتهم خارجة عن السيطرة وتعمل ضد مصالح الشعب الأمريكية من خلال فتح الحدود الجنوبية أمام الهجرة الجماعية وإغلاق قدراتنا على إنتاج النفط والانخراط في الصراع مع روسيا والصين وإيران. هذه علامات على حكومة لا تمثل الشعب الأمريكي، ولهذا السبب هم مواطنون في هذا البلد. إنهم بالفعل في طريقهم للانفصال عن الحكومة الفيدرالية وإعلان الاستقلال. لذلك أعتقد أن أمريكا ستصبح متفككة لدول وجمهوريات مستقلة لم تعد تعترف بالحكومة الفيدرالية، وهو ما قد يحدث قريبا جدا. نعم، أعود إليكم مرة أخرى السيد مايكل سبرينغمان. هل هناك اختلاف في تناول لموضوع الديمقراطية من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرك؟ يعني هذا المفهوم يتعرض للتشكيك في هذه الآونة من قبل الأمريكيين أنفسهم. هل مثلا إذا كانت الحكومة من الجمهوريين أو الغالبية في الكونغرس من الجمهوريين، يتغير هذا المفهوم من ناحية تطبيقه ومن ناحية كيف ينظر إليه الشارع الأمريكي، أم لا يوجد هناك اختلاف؟ لسوء الحظ لا يوجد فرق كبير، فقد يختلفان حول شيء مثل الإجهاض الذي يعتبر مسألة ثانوية مقارنة بالحرب في أوكرانيا. لكن كلا الحزبين السياسيين يؤيدان ذلك، ويبدو أن كلا الحزبين السياسيين لا يستطيعان خلق حرب عالمية حقيقية. يبدو أن نظام الرعاية الصحية في هذا البلد لا يستطيع أن يفهم كلا الحزبين السياسيين أن الجريمة والتضخم والاقتصاد الفاشل لهما أهمية قصوى للمجتمع الأمريكي والناخبين الأمريكيين والشعب الأمريكي ككل. لذا فهم أساسا السياسيون الذين يبحثون عنه من مصلحتهم الخاصة الاستمرار في إعادة انتخابهم للاستمرار في أخذ الأموال من دافعي الضرائب، الذين لا يتحدثون عن أي شيء على وجه الخصوص، ولكنهم يزعمون أن الأمر مهم كثيرا،
فهم محتالون كاذبون ذو وجهين. وبدأ الشعب الأمريكي في فهم ذلك. دعمهم للسياسيين الأمريكيين أقل من 40%، وهم لا يحبون الحكومة الوطنية على الإطلاق، نظرا لأن النظام الديمقراطي الأمريكي لم يكن ديمقراطيا للغاية قبل عامين. فقد قام السياسيون في واشنطن قبل عامين بأعمال شغب ونهب ونيران وتدمير عام للممتلكات، وأعمال شغب مفتوحة في واشنطن العاصمة ونيويورك وفيلادلفيا وبنسلفانيا وسياتل وواشنطن وبورتلاند وأوريغون و200 مدينة أخرى صغيرة مدعومة. لم تفعل المدن الواقعة بينهما شيئا لحماية الشعب الأمريكي من هؤلاء المجانين الذين كانوا يسيطرون على الشوارع ويعملون ضد النظام السياسي الأمريكي. إنهم لا يركزون على كيفية تحسين الأمور، بل يركزون على ما يبدو جيدا وما هو جيد في الإذاعة أو التلفزيون، وبشكل أساسي نيابة عن الأمريكيين ولا أحد. الشباب يتصرفون أو من بين أولئك الذين يمكنهم تذكر الأسبوع الماضي بدأوا في إدراك ذلك وتحدي النظام بشكل أساسي. وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية ليست مستقلة وتعتمد بشكل كبير على الحكومة وتتبع وجهة نظر الحكومة، خاصة في الصحف المهمة مثل الواشنطن بوست في نيويورك ولوس أنجلوس تايمز. عندما تقرأ ما يكتبون فهو في الأساس نفس ما تقوله الحكومة، هو أن لديهم 1000 صحفي يعملون على سبيل المثال مع صحيفة واشنطن بوست، لكن يبدو أنهم لا يدركون أنه في بريطانيا لديك منافس لرئيس الوزراء مقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، زوجته مليونيرة، دفع ضريبة الدخل البريطانية، هذا غير موجود في الصحافة الأمريكية. وأشياء مثل الولايات المتحدة لا تتعمق كثيرا في ماهية ذلك، بيكابشن المشاكل التي تسبب المشكلة وأساسا ما هي خلفية المشكلة، وبدون أي معلومات في أي علامات واضحة على عدم ثقة الجمهور في النظام السياسي في الولايات المتحدة. نعم، مرة أخرى أعود إليكم سيد سكوت بنت، وما هو رأيك حول موضوع الديمقراطية؟ لماذا هذا الانخفاض في الثقة بالديمقراطية وبالبنية السياسية في المجتمع الأمريكي، لا سيما بين الشباب الأمريكي في هذه الفترة؟ ما هي التحليلات التي لديك؟ أعتقد أن الشباب لديهم رغبة طبيعية في الحقيقة والبراءة، فهم صغار لذا فهم ليسوا مليئين بالأيديولوجيا في العالم، ولا يزالون صغارا بما يكفي ليشعروا بالانفتاح والأمل. أعتقد أن شباب هذا البلد يشهدون شيئا لا يناسب قلوبهم، فهم لا يتفقون مع برنامج بيئي بلد ثالث في العالم، حيث يكرهون غريزيا أجندة معاناة الأسرة للمثليين والتي تحاول تطبيع الانحراف، وهو أمر مؤلم للغاية. وأعتقد أن الشباب الأمريكي لا يرون أي أمل اقتصادي، أما لأن اليسار الديمقراطي مناهض للأعمال التجارية والضرائب المرتفعة التي فرضوها المجانين يؤدي إلى نتائج عكسية. تدمير التضخم الذي خلقه جو بايدن
من خلال طباعة كل الأموال وإغلاق المجتمع بقيود مشددة. كل هذا أصبح ديمقراطية أمريكية، والآن أصبح فاشية أمريكية. تم التخلي عن إمبراطورية أمريكا لدول مثل أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، وكل هؤلاء يعودون إلى الأمريكيتين. وأعتقد أنها مسألة وقت فقط لأمريكا بسبب كل تصرفاتها من الضرائب المرتفعة والحكومة الكبيرة والحكومة الواسعة، اضطهاد الناس. هؤلاء الناس يقولون كفى. أرجو منك أن تتفضل بالبقاء معنا السيد سكوت بنت وكذلك السيد مايكل سبرينغمان، وننتقل معا إلى هذه الفقرة التي أعدها فريق عمل البرنامج حول موضوع هذه الحلقة من كل الحكاية، نتابعها سويا ونبدأ مرة أخرى هذا الحوار معكم بعدها. مرة أخرى أهلا بكم مشاهدينا، نرحب بكم ونرحب بضيفينا في حلقة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية السيد سكوت بنت الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي السيد مايكل سبرينغمان. أبدأ معكم مرة أخرى سيد سبرينغمان ونتساءل في هذه الفقرة في هذه القسم من الحوار عن موضوع سبب انعدام الثقة في البنية السياسية وبالمفهوم الديمقراطي لدى الشارع الأمريكي. يعني تحدث السيد سكوت بنت عن هذا الموضوع، نريد أن نستمع إلى وجهة نظرك في هذا الصدد. لماذا هذه الحالة من انعدام الثقة بدأت تتشكل وتتزايد في الفترة الأخيرة وفقا لتحليلك؟ نعم، لقد كانت لدي مظاهرات حتى محليا في منطقة لودون، وهو نوع من الوجبات الجاهزة من واشنطن العاصمة. لديك مواقف حيث كان الرجال يتظاهرون بأنهم نساء ويطالبون بالقبول في حمام النساء في المدرسة الثانوية. وواحدة من هذه الحالات تم اغتصاب الفتاة وتم نقلها إلى مدرسة أخرى، وفعلت الشيء نفسه مرة أخرى، ويصرخ الشعبوي بصوت عال بالقتل الدموي حول ذلك، ويقول إن هذا الرجل رجل وليس فتاة رغم ما يدعيه كونه واحدا، لكنه رجل جسديا، ويريدون القيام بشيء ما. لديهم اجتماعات عامة صاخبة جدا حول حدوث ذلك، وفي أجزاء أخرى من البلاد ووسائل الإعلام الإخبارية. ببساطة هؤلاء الأشخاص الذين يريدون بناتهم وأشخاص آخرين في المدرسة يحمونهم وينتقدونهم، لهم كمشجعين كإرهابيين محليين، فهم غير سعداء للغاية بشأن هذا. وبيد أن في الانتقام من وسائل أو يبدأون في الانتقام من وسائل الإعلام والسياسيين الذين يعملون ضده. نعم سيد سكوت بنت، دعنا ننتقل إلى موضوع الإعلام بمختلف أشكاله. كيف له تأثير في هذا الموضوع؟ كيف كان له تأثير وسائل الإعلام المختلفة في حالة انعدام الثقة أو انخفاض ثقة الشعب أو الشباب الأمريكي في الحالة السياسية في البلاد؟ كيف كان دور الإعلام من وجهة نظرك؟ حسنا، كانت وسائل الإعلام الأمريكية في الأيام الأولى للجمهورية ربما قبل 50 أو 60 أو 70 عام دائما صوتا مستقلا. كان من المفترض أن يبحث عن الحقيقة ويكشف الفساد والاحتيال، وكان من المفترض أن يثير التساؤلات، نوع من الضمير الفكري للشعب الأمريكي.
مثل المؤسسات الدينية للشعب الأمريكي والكنائس وأشياء من هذا القبيل. ولكن على مدار 50 عام فقدت وسائل الإعلام استقلاليتها، وهي الآن مجرد صندوق صوت للحكومة لإدارة المخابرات، ولهذا السبب لا يثق الشعب الأمريكي في الإعلام ويكرهه تماما. وقد ظهر ذلك عندما قدم الرئيس دونالد ترامب وسائل الإعلام مرارا وتكرارا على أنها عدو ومليء بالحيل والأكاذيب. وأدرك الشعب الأمريكي ذلك عندما بدأت وسائل الإعلام الأمريكية في الحديث عن الحرب يتحدثون ويستمعون إلى روسيا. إن حاجة إيران والصين والولايات المتحدة لقيادة الصراع يتم التعبير عنها في الواقع من قبل عنصر يهودي صهيوني من المحافظين الجدد في وسائل الإعلام. هناك تشبع مفرط للأصوات اليهودية الصهيونية في وسائل الإعلام الأمريكية، وهم يدفعون بأمريكا باستمرار إلى هذه الصراعات، كما رأينا منذ عام 1991 مع غزو العراق، وهي الحرب الأولى التي كانت كلها دعاية لا ينبغي أن تحدث. ثم حدث ما حدث مرة أخرى، غزو العراق عام 2003. كل ذلك تم بواسطة وسائل الإعلام والصهاينة اليهود الإسرائيليين والمحافظين الجدد. ولهذا أعتقد أن وسائل الإعلام البديلة ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الأجنبية أصبحت الآن جذابة للغاية للأمريكيين، لأنها أكثر موثوقية. وأعتقد أن معظم الأمريكيين يجدون الصحافة التلفزيونية أكثر مصداقية من أي قناة إعلامية أمريكية أخرى، وهذا يخبرك كثيرا عن مدى قذارة وفساد وسائل الإعلام الأمريكية. عن نفس الموضوع نطرح السؤال سيد مايكل سبرينغمان، الإعلام كيف كان له دور في إيجاد هذه الحالة في المجتمع الأمريكي؟ في الختام، ما هو توقعك للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر؟ وسألتني عن هذا الأمر، أعتقد أن الديمقراطيين سيخسرون بالشدة. أما بالنسبة للانتخابات العامة في غضون عامين، في 2022 أو في 2024، أعتقد أنها تخمين أي شخص، أنها تضرب، لأن لدينا 330 مليون من الناس في البلاد، يعني أين هم المرشحون الحقيقيون الذين يعملون من أجل مصالحنا بدلا من مصالحهم؟ لذلك لا يبدو أن الديمقراطيين لديهم أي شخص في السابق، لا يظنون بايدن على قيد الحياة نظرا لمشكلاته العقلية. سيكون ذلك عام 2024 وبقدر ما يذهب الجمهوريون الديمقراطيون، لا يوجد أي شخص آخر يرشح نفسه للترشيح سوى دونالد ترامب، وقد كان سيء السمعة لبضع سنوات حتى الآن. لذلك لا أعرف ماذا سيحدث في عام 2024. نعم. سيد سكوت بنت، هذه الحالة، انعدام الثقة في النظام السياسي وفي مفهوم الديمقراطية، بالنهاية بشكل أو بآخر لابد من أن يكون لها انعكاس على الواقع وأن تظهر كحدث يشهده المجتمع الأمريكي. ما هي الدلالات أو كيف برز هذا الموضوع في الشارع الأمريكي؟ Yes, I would say the American people know that the... نعم، أقول إن الشعب الأمريكي يعرف أن الانتخابات مزورة وأنها مزورة، وهناك قرصنة كمبيوتر في نظام الانتخابات، هناك أوراق اقتراع مزيفة يتم ملؤها للموتى الذين لا يستطيعون التصويت في نظام انتخابي.
مضرب يتعمد إساءة استخدام نظام التصويت في أمريكا، والذي تم الكشف عنه الآن من خلال الكثير من الأبحاث والإشاعات والأفلام الوثائقية مثل 2000 بغل والعديد من الآخرين الذين اطلعوا على انتخابات 2020 في العامين الماضيين، وتقريبا جميع الأدلة تشير إلى حقيقة أن الشعب الأمريكي قد تم تزوير الانتخابات، وعلى الأرجح سيحاولون تزويرها مرة ثانية في نوفمبر الانتخابات القادمة 2022. إيران ربما من خلال إسرائيل، وربما في أوكرانيا، وربما في تايوان، وربما كل ما سبق في نفس الوقت تحاول بدء صراع على نطاق عالمي حتى يتمكنوا من تحقيق ذلك. تعليق الانتخابات الأمريكية محليا هو ما يعتقد العديد من الأمريكيين في هذا الأمر، أن الانتخابات فاسدة للغاية، ويدرك الديمقراطيون الحاكمون أنه تم ارتكاب العديد من الجرائم وكشفوا عن عدم قدرتهم على تسليم السلطة. لذلك يجب عليهم ارتكاب عملية تزوير أخرى في الانتخابات، وهذا سبب آخر وراء اعتقادي أنه إذا علقت أمريكا الانتخابات فعليا فقد ترى أمريكا تدخل في حرب أهلية شاملة بين أكتوبر ونوفمبر عام 2022. اغتال جو بايدن لإلقاء اللوم على قوة أجنبية أو اغتيال جو بايدن لإلقاء اللوم على قوة أجنبية حتى يتمكنوا من بدء هذه الحرب، لأن جو بايدن ضعيف عقليا ولا يريده أحد، فهو في الأساس الأقل شعبية بين أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. إنه ميت يمشي. اطرح السؤال عما إذا كانوا سيغتالون مثل جون كينيدي لتوليد تعاطف سياسي لإلهاء الناس الشعب، يمكنه إعادة الانخراط في عمليات الفاشية والاستبداد والاستيلاء على العالم. لذلك أعتقد أن جميع الأمريكيين سيشتبهون في أن الانتخابات ليست فاسدة ومزورة فحسب، بل الانتخابات القادمة في الأشهر الأربعة والخمسة المقبلة حيث ستفسد التزوير. نعم، في سؤال أخير لكم سيد مايكل سبرينغمان، كيف تتوقع الانتخابات المقبلة التي يتحدث عنها السيد سكوت بينت، الانتخابات النصفية في نوفمبر، أو حتى انعكاسها على الانتخابات الرئاسية بعد عامين من الآن؟ بشكل عام أعتقد أن النظام السياسي الأمريكي محطم داخليا على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي. لديك أشخاص من أصحاب الملايين، الناس العاديون يركضون، ليس لديك أشخاص يعدون بالعمل من أجل الناس، إنهم يعملون لأنفسهم ولا لأي شخص آخر. لذا فهذه هي القضية الرئيسية في هذا البلد، ولا أرى هذا البلد على أنه بحر تغيير كبير، تغيير مواقف الناس ومحاولة القيام بشيء حيال وسائل الإعلام المنحازة والحكومة التي تعمل ضد مصالحهم، سواء كانت لديهم حرب أهلية أم لا. لا أعتقد أنها ستكون كذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيكونون غاضبين بدرجة كافية، وهم كذلك غير سعداء بما يكفي لدرجة أنهم يريدون إخراجها من السياسيين جسديا أو في صناديق الاقتراع. نعم، شكرا لك سيد مايكل سبرينغمان. وسيد سكوت بينت، يعني هل لديكم ما تضيفونه في هذا المجال أيضا في هذه الحلقة؟ أعتقد أنه من المهم لجميع الدول خارج أمريكا أن تحافظ على الإحساس بالكرامة وأن تحافظ على موقف عدم العدوان،
لأن هذا ما يريده الصهاينة والمحافظون الجدد، والديمقراطيون يريدون الحفاظ على السلطة يائسة للغاية. في أمريكا رأينا نفس الشيء مثل بوريس جونسون، أن بوريس جونسون كان يفقد سلطته ويفقد مصلحة شعبه، ولهذا السبب كان يذهب باستمرار إلى أوكرانيا ويحاول باستمرار تصعيد الصراع في أوكرانيا، ولم يفعل ذلك أحد في إنجلترا، لم يكن موجودا، أرادوه وطردوه من السلطة. هذا ما يحدث أساسا لجو بايدن. لا يوجد أمريكي يريد صراعا مع إيران أو مع روسيا أو مع الصين، لا يريدون ارتفاع أسعار الطاقة، لا يريدون المجاعة في أوروبا، لا يريدون النزاع مع روسيا. حرب الناتو في بين أوكرانيا والولايات المتحدة مستمرة، ولكن يجب على جميع البلدان أن تعلم حقا أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يائس للغاية، لدرجة أنهم يتشبثون بالسلطة بأظافرهم بحيث لا يمكن خداعهم أو خداعهم للانخراط في نوع من الصراع العسكري. أتوقع الصهاينة الإسرائيليين اليهود يحاولون إثارة صراع مع إيران وإثارة الصراع مع العراق ومواصلة الصراع في أوكرانيا. أرى أنهم يحاولون التصعيد وخلق صراع خطير للغاية. يمكنهم تشتيت الانتباه ومحاولة الحفاظ على السلطة في أمريكا. لذلك يجب على جميع الدول أن تكون هادئة جدا وهادئة، وأن لا تقع في أي من هذه من هذا الفخ، وتدرك أن الحزب الديمقراطي وكل الشرور الموجودة في أمريكا قد تم كشفها أخيرا وفضحها وملاحقتها، وتم ملاحقتها من قبل أمريكيين طيبين. فالبلاد في حالة ثورة هادئة، لكنها ستستمر فقط. وأعتقد أن على جميع الدول أن تأمل في نجاحها. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد سكوت بنت، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وكذلك أشكر السيد مايكل سبرينغمان الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي ضيفينا. أشكركما على حضوركما معنا في هذا البرنامج ومشاركتكما معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى فقرة العالم الافتراضي، وكيف تناول النشطاء عبر هذا الفضاء الافتراضي موضوع انعدام الثقة وانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذه الفترة. مع السيدة شبيب نتابع هذه الفقرة، لننتقل سويا. إلى وسائل التواصل الاجتماعي ننتقل معكم مشاهدين، وتظهر الاستطلاعات والدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا بأنه في الوقت نفسه الذي يتزايد فيه استياء الشعب الأمريكي وحلفاء هذا البلد من النظام السياسي للولايات المتحدة، فإن عدم الثقة بالديمقراطية الأمريكية آخذ في الاتساع داخل هذا البلد. كان لانعدام الثقة هذه انعكاسات واسعة على وسائل التواصل بما في ذلك منصة تويتر التي سنناقشها في برنامجنا هذا. كتبت صحيفة التلغراف على حسابها في تويتر في ردها على عدم ثقة الشعب الأمريكي في الحكومة الحالية لهذا البلد: تراجعت شعبية جو بايدن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته أكثر من أي رئيس أمريكي آخر منذ الحرب العالمية الثانية. أما مغرد آخر باسم كلاي ترافيس وهو كاتب وباحث أمريكي كتب عبر حسابه على منصة تويتر: وصلت نسبة تأييد جو بايدن إلى 38% وهي نسبة منخفضة جديدة. انظروا إلى أسئلة الاستطلاع والنتائج بأنفسكم. يبدو أن الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ الانتخابات الأمريكية قد فقد العديد من مؤيديه. رداً على انعدام الثقة والفساد في الهيكل السياسي، كتب السيناتور الأمريكي تيد كروز في تغريدته: التحقق من الحقيقة. الديمقراطيون ينكرون فساد بايدن.
كما كتب تيم يونغ وهو ناشط اجتماعي كوميدي وكاتب أمريكي عبر تغريدته في تويتر: إذن البيت الأبيض يقول بأنه ليس قلقا بشأن الركود، ولكن في الوقت نفسه يسعون جاهدين لإعادة تعريف الركود. فهمت الأمر. بريدجيت جابرييل الناشطة الاجتماعية الأمريكية وبنبرة انتقاد حادة لإدارة بايدن كتبت: سأثق بكلب ليقود سيارتي قبل أن أثق بجو بايدن ليدير بلدي. كما كتب روني جاكسون أحد المرشحين للتمثيل في مجلس النواب الأمريكي في حسابه على تويتر: جو بايدن لن ينهي ولايته، يدرك الديمقراطيون أن تدهوره الإدراكي يمثل عبئا، يجب أن يكف عن الانتظار ويتغلب عليه، عليك بالاستقالة على الفور. وكتب الكاتب الأمريكي مارك جاكوب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: لقد قام الجمهوريون بخدعة كبيرة إذ تم تعريف الأخبار على أنها شيء غير عادي يحدث، فإن فساد الحزب الجمهوري ليس خبراً لأن الحزب فاسد على نطاق واسع. قامت بعض وسائل الإعلام بإيقاف اندفاعها الغاضب وقررت أن الفساد أمر طبيعي. مع هذه التغريدات مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، شكراً لكم على حسن المتابعة، اللقاء الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج كل الحكاية، وموضوع آخر تناولناه في هذا البرنامج. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل بحول الله مع موضوع آخر في برنامجنا، وإلى ذلك الحين دمتم بأمان الله وحفظه، ومع السلامة.